سحاب قلت لك راح اقول منو سحاب. نبي نعرف ايضا شنو علاقتك في القصه وبالدراما وبالكتابه، وفي نفس الوقت احنا ندري ان سي فيك حافل عندك اكثر من عمل درامي تقريبا 9 اعمال، لكن نبي تعرفين نفسك وعلاقتك بالقصه والدراما. تقدر تقول انسانه بس as simple as this. شنو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني علاقتك بالقصه والدراما والكتابه. هي حياتي كلها تدور حول القصص لاني اكتب حول القلم والقصص والدراما، واسمع واشوف واعيش، وعندي خيال وعندي فكر معين، خيال واسع، وعندي فلسفه. ف هي حياتي كلها تدور حول القصه. يعني تعيشين بالقصص؟ اعيش بالقصص. يعني هل صحيح مثلا الشكل النمطي للكاتب انه دائما بين الكتب وبين الاوراق، وانه ممكن يعني اذا كان شويه مودرن فهو يعيش القصه ويكون هو بطلها، هل هذا فعلا صحيح ولا هذا مجرد ليس لكل كاتب قضيه؟ مش كل كاتب عنده قضيه. في كتاب للماده فقط، في كتاب عندهم قضيه، في كتاب فعلا عشاق للقلم، عشاق للورق. انت من عشاق القلم من وانا صغيره؟ اي. بلشتي متى اول مره كتبتي فيها دراما؟ دراما 2009. 2009 اي بلشت، وتعاقدت 2012 اول عمل، وبعدين تعاقدت. بس عادي يعتمد على التصوير، التنفيذ يطول. هذا خارج مو في يدي يعني.